اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة باردة من غير فرن. عملنا قبل كده حلويات باردة، هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. تابعوا معايا الفيديو عشان اقول لكم انا عملتها ازاي. الطبقة الاولى عندي بسكوت، اي نوع بسكوت سادة وزبدة. دلوقتي كسرت البسكوت وحطيته في الكبة عشان اطحنه كويس. دلوقتي هندخلها التلاجة لمدة ساعة. الطبقة التانية عندي كوبايتين حليب، 4 معالق سكر، معلقة دقيق ومعلقة نشا. حطينا دلوقتي الحليب والسكر، هنحط الدقيق وهنحط النشا، نقلب بقى المكونات. بعد ما قلبناه نحط بقى الحليب على النار لحد القوام بتاعه ما يتقل. ده القوام المطلوب. هنسيبه يبرد واقول لكم هنعمل ايه. طلعت البسكوت من التلاجة بعد ساعتين، والوقت نحط الطبقة التانية عليه. هدخل بقى الصينية دي التلاجة لمدة ساعة. الطبقة التالتة عندي معلقة كبيرة حليب، شوكولاتة خام ونوتيلا. الشوكولاتة الخام سيحتها على حمام مية، هضيف بقى عليها الحليب، هضيف كمان النوتيلا. بعد ساعة طلعت الصينية، والوقت نحط عليها الشوكولاتة. هشيل بقى الصينية في التلاجة لمدة ساعة. الرابعة عندي جيلي فراولة وفراولة. هقول لكم الوقت هنعمل ايه. هنحط كوباية مية
الجيلي. نحطه بقى على النار 5 دقايق. قطعة الفراولة وده الجيلي. حط الكيكة من التلاجة، احط دلوقتي عليها الفراولة. انا حطيت الفراولة بالشكل ده ودلوقتي هحط عليها الجيلي. هدخلها دلوقتي التلاجة لمدة ساعة.